هاي، شو اخباركم؟ انا دكتوره مهره لطفي. اليوم بنتكلم عن مشاكل البشره لكل انواع البشره، وبنقدم لكم حلولها. ومعاي اليوم هبه. انا هبه سوقي، خبيره العنايه بالبشره الاقليميه من لانكوم، واليوم رح نحكي عن تريتمنت لحتى يعالج مشاكل البشرة، منا مثلا عوامل الطقس او التلوث، او منا حتى اللايف ستايل تبعنا او طبيعة حياتنا اليومية ممكن تأثر على تعب البشرة وارهاقها. رح نبتدي بالبداية دكتور بتنظيف البشرة، وانا معي اليوم رح بلش لك بالجالاتي كومفورت، مكون من العسل والالموند اللوز الحلو، يلي بيقدر هو يساعد على تنظيف البشرة. سو نحن فينا ننظفه بهيدي الطريقة بالتشو. كيف لقيتي الكلينزر؟ صراحة وايد مريح، ولا حسيت بحمرار ولا شيء، ما يعني انا بشرتي وايد حساسة. اوكي، هيدا كتير مناسب للبشرة الحساسة. وبنفس الوقت انه فينا ننظف وجهنا الصبح وفينا ننظف وجهنا المساء. طبعا الخطوة الثانية اللي هي بتلحق التنظيف البشرة هي التونر. التونر هو خطوة اساسية بالتنظيف لانه بيكمل عملية التنظيف وبيجهز البشرة لحتى تتلقى او تشرب التريتمنت اللي من بعدها. ما ننسى انه هو بيساعد ليرتب البشرة ويعمل مينيمايزنج للبور. هلا من بعد ما نظفنا البشرة رح نبتدي بالروتين تبعنا. مثل ما قلنا انه الروتين تبعنا هو بيناسب جميع انواع البشرة وبيعالج المشاكل يلي نحن بشرتنا بتتعرض لها بسبب الاضرار الخارجية والداخلية. فلذلك اليوم رح نشوف شو هو التريتمنت المناسب لجميع انواع البشرة يلي بيحمي بشرتنا بنفس الوقت بخليها اجمل صافية ونقية ورطبة اكتر. بداية نحن رح نبلش بالسيروم يلي بيناسب جميع انواع البشرة ولكل الاشخاص. Advanced Genifique Concentrate فيه تكنولوجيا جدا متطورة اسمها تكنولوجيا مايكروبيوم، كنا نسمع هلأ فترة عن مايكروبيوم، يلي بتتألف من 7 بري اند بروبيوتكس، قادر على انه هو يشتغل على البشرة باسبوع واحد فقط. رح يفرج النتيجة ليعطي للبشرة اكتر نعومة وترتيب. شو حاسة دكتور؟ صراحة حاسة ريفرشت. صراحة ريفرشت، ايه وايد حلو، لأنه هو immediately راح تحسي بالترتيب. طبعا مثل ما قلنا انه بالهيلورونيك أسيد اللي موجود فيه، حسستي انه هو هذي شيء؟ لا خفيف. صراحة وايد خفيف وريفرشت، وانا اصلا بشرتي يعني تي سنسيتيف ودراي، ف وايد 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 حبيته. وانا اصلا استعمل هاللانكم سيروم من زمان، فاستعملها قبل الميك اب روتين، فاتس ريلي نايس يعني صدق. طبعا الخطوه الثانيه اللي بتجي من بعد السيروم هي بعد السيروم الكريم. بالضبط، نحن اخترنا الهايدروزين كريم لليوم لحتى يعطي نشتغل على ترتيب. وبنفس الوقت نذكر انه هايدروزين بيحمي بشرتنا من اي رياكشن وتعب ممكن انه هي تسبب من الجفاف او الحساسيه او الاحمرار، بسبب كمان المكونات اللي موجوده فيه مثل مستخلص الزهور مثل المورينجا، بيوني واللانكوم روز. صحيح دكتور، بتعملي مساج انت لبشرتك؟ اكيد بشكل يومي، يعني مو حط السكين كير روتين لازم. الخطوه الاخيره هي، انت قولي لي شو الخطوه الاخيره هي علاج العيون من لانكوم. ونحن رح نحكي اليوم عن الادفانس جينيفيك لايت بيرل. هالمره ادفانس جينيفيك لايت بيرل رح يشتغل على منطقه العيون ليعطيها الترطيب، ليخفف من الانتفاخ يلي بيكون حول منطقه العيون يلي بسببه التعب. احيانا كثير بنشوف العيون التعبانه فيها انتفاخ تحت منها. ادفانس جينيفيك لايت بيرل هو سيروم بيشتغل لحتى يخفف من هذا الانتفاخ ويخليها اكثر فريش. ما ننسى انه في بقلبه الكافيين وثلاث انواع مستخلص نباتات مثل الارجينين مثل السيتريك اسيد وكمان الميداكوسوسايد. كيف لقيت السيروم؟ صراحه وايد حلو الاحساس. وبعدين انا بعد وايد انصح البيشنت مالي انكم خاصه تهتمون في منطقه تحت العين، لان هاي اكثر منطقه ممكن يعني تحصلون فيها على تجاعيد، فلازم ترطبون هالمنطقة بطريقة وايد عدلة، خاصة إذا أنتوا تعانون من بشرة جافة. كل البرودكت اللي حكينا عنهم اليوم رح تلاقون على بوتيكات، بنصحكم تتجهوا على بوتيكات وتختاروا يلي بيناسبكم. يلا سيو سيو باي باي.